السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وبخير. انا في محل كده او سوبر ماركت قريب مني، هو متفرع مش مشهور او لا، ما يعني في ناس عارفينه بس مش كبير زي مترو نوفريلز والكلام ده، على قده كده. اسمه مارشيلو زي ما انتوا شايفينه كده. في حاجات مختلفة يعني، مع انه صغير كده لكن في كل الحاجات اللي تتخيلوها. في اكل جاهز زي ما انتوا شايفين كده، في سمبوسة. انا حبيت كده اوريكم الاسعار وتغير الاسعار وعلو الاسعار اللي احنا فيه. زي سمبوسة كده بتبقى في بالبيف زي ما انتوا شايفين، في بالتشيكن، في بالخضار. الوحدة ب2 دولار. في هنا سلطات جاهزة، في هنا فراخ، ده هما بيعملوها لك، بتبقى متبلة وبيعملوها لك. اللي بيد نص كيلو ب5 دولار. عندهم لحمة، دي لا دي كده حاجات مش جاهزة، دي حاجات هنا اللحمة والفراخ دول مش جاهزين، اللي هناك الصف اللي هناك هو اللي جاهز. هنا نص كيلو برضه ب22، الحاجات اللحمة دي، بس اللحمة دي مش حلال طبعا، بس انا بوريكم الأسعار يعني. ده السمك السلمون، انا احب السلمون قوي. سمك السلمون نص كيلو ب16 دولار. ده الجمبري نص كيلو ب20 دولار. دي برضو هي اكلات ده، وطبق ده كده طبق جاهز. ده مش عارفة ازاي ده سلطة ولا فاكهة، مش عارفة بالظبط. ده ب7 دولار، عليه تخفيض يعني، ده تلاقيه مثلا من امبارح ولا حاجة، فعليهم تخفيض من 9 نازلين 7. ودي حاجات زي ريد فيلفت وكيكة وحاجات زي كده برضو. دي القطعة ب3 دولار، دي حتة كده جاهزة تاخدها وتمشي. دي حبة عصاير كده، ولا أعرف أساميهم إيه ولا إيه بالظبط أصلا. هما الواحدة ب5 دولار. دي تروبيكان أنا عارفاها، دي ب3 دولار. في الحياة بالميلكي جو دهيت، دي جميلة العيال بيحبوها، ب3 دولار أو ب2.5. هنا برضك اكل تاني جاهز اهو، دي وجبة على بعضيها ب12 دولار، فراخ وخضار. حلوين حلوين دول. دي فرخة كاملة، دي فرخة ب15 دولار. دي في منها في كوسكو برضك بتتباع الفرخة الجاهزة دي. دي ايس كريمات ب7 او 8 دولار العلبة. العلبة بتبقى كام كيلو؟ قرب النص كيلو، 400 جرام. هنا الجبن القالب ده بس 200 جرام ب10 دولار. حاجات كده غريبة. حمص 200 جرام ب5 دولار. وهنا بيحب الحمص. هنا الركن ده بيتعمل فيه قهوة، تعمل قهوة لنفسك وتشتريها. دي برضك أكلات وحاجات. خلينا نشوف جوه فيه ايه. بيبسي، علبة البيبسي دي أو الماونتين ديو ب2.5. في منها اللي هما الكنز دولت، تلاقي العيال الشباب بتوع الثانوي دايما ماسكين الكنز دولت. في الحاجات اللي زي دي، المجمدات، البرجر، برجر ده بالسمك، برجر سمك. العلبة دي نص كيلو ب10 دولار. في علبة بيتزا دي بالتشيز، بالتشيز اهي ب8 9 دولار. بحط زبادي. ده السوسيس ده، بس ده مش سوسيس حلال، ده اللبن. قلت لكم قبل كده اللبن هنا بيتباع في اكياس، دي 4 لتر، فيهم 4 3 اكياس، بتحطهم في شفشق كده، كل كيس بتحط في شفشق. ده ب9 دولار، وفي ب5.5، وفي بقى علب زي ده بس دي كريمة، وفي لبن خالي من اللاكتوز على حسب يعني. ده ركن الشوكولاتات، ده بعض الكروك نعمل كروت الأعياد الميلاد والحاجات يعني، محل عنده كل حاجة. دي الشيبسيات، بص كيس الشيبسي بس بكام؟ ب6 دولار. الدريتوس ب6 دولار برضو، اللي هو 200 جرام ده. هوت تشيتوز ب6 دولار. جبن برضو هنا، شايفين الأشكال والأسعار.
هنا ركن فيه أدوية، حاجات طبيعية، أدوية اللي هي زي الملينات، الأدوية الهيدريشن ده اللي هو بيرجع الأملاح والحاجات في الجسم، ده البيض، البيض دهوت الاتناشر واحدة ب$9، هنا ده أرخص شوية، دوت الاتناشر ب$5.50. ده بقى اللبن بيبقى بالشوفان أو بالألموند اللي هو اللوز، العلبة الواحدة بس بتبقى اللتر بيبقى ب$5.50، قد التلات أكياس، قد الـ4 لتر. ده بيبقى لبن عامل زي الرايب، اللبن الرايب البادق، اللتر الواحد ده بيبقى ب$7. دي بيبقى علب زبادي بقى صغيرة، دي علبة الزبادي اللي احنا داخلين على رمضان بقى. علبة الزبادي شايفين بكام؟ ده بيبقى حلال. العلبة الواحدة بيبقى 700 جرام ب$4، فحاجة تمام قوي يعني. احنا دخلنا ركن هنا بقى، بص هنا ركن عامل بقى حاجات المنظفات، المعطر، ما بتدوت، اطباق بلاستيك، مناديل، كلوروكس، يعني محل شامل كل حاجة. بص هنا اللي هو الاكياس الزبلاك ده، هي الاكياس الحفظ اللي بتحط في الفريزر. بس دولت انا بحب اجيبهم يا من دولاراما لو انا هجيب كميه صغيره، يا اما من مترو او كوسكو، بيبقى كميه كبيره، بيبقى كذا واحده مع بعض وعاملين عليهم تخفيضات. برضو الاكياس بتاعت الزباله دي برضو بجيبها من يدي، زي ما انا بقول لكم كده. كوسكو بيبقى احسن، ساعات عامل عليهم عرض. برضو المنظفات دهيت اللي هي زي اسمه ايه بتاع السعوديه، ديتول، زي ديتول وبتاع مصر وبتاع السعوديه، ده اسمه هنا كده لايسول باي، ده بيبقى حلو. برضو الحاجات دي كلها منظفات بتاعت الحمام والحاجات كل ده، وده حلو بيتحط في الدراير، بيدي ريحة حلوة وبينعم الهدوم. هنا برضك حتى في البامبر والحاجات بتاعت العيال، بس برضك ده لما كان العيال صغيرين كنت بجيبه من وولمارت قصدي. بص برضك حاجات اكل الكلاب واكل القطط. في بهارات، عنده بهارات كمان، بس العلبة الصغيرة دي البهارات بجيبها من كوسكو برضك. كنت الاول بجيب معايا من مصر، دلوقتي بجيبها من كوسكو. بص العلبة الصغيرة دي قد ايه، البابريكا والحاجات كام، 77 جرام ب$11. في البصل بقى وفي الطماطم والحاجة، اللي بيه النص كيلو ب$5. البصل نص كيلو ب2.50. نشوف ايه تاني، هنا برضك الموز ب$1.50 نص كيلو، الاناناس الواحدة ب$5. هنا ب$3 الجيز ده هو. في ايه تاني، في الرز ده حلو بتاع الكبسة ده، بسمتي اسمه تيل، ده ب22. دي كم كيلو دي، 10 كيلو؟ لا، 4.5. ده حلو ده. في هنا في الخضار تاني، الوحدة هي $1.30 الليمونة. انا الكنتالوب الوحدايه ب$5. الفلفل اللي ضرب في العالي، كان سعره حلو قبل كده، ضرب مره واحده نص كيلو ب$4 برضه. حط لك 3.99، حاجه كده يعني استهبال استهبال. ال اللي بي ب$7 ولا 3، اللي بي ب$8 مش فاكر. خلينا في الفرد هو هنا ده، الوان كيلو، النص كيلو ب$3. يعني عنده كل حاجة زي ما انتوا شايفين، انا كده لفيته كله يعتبر. فيا رب يكون عجبكم الفيديو، حاجة كده على السريع يعني، سوبر ماركتات الصغيرة كده وفيها كل حاجة، ونظرة سريعة، وشفتوا الأسعار بالمرة.
ويا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. وحبيت اقول لكم ان البتاع ده هوت الدقيق ده هوت الدقيق ده حلو لاي استخدامات بقى الحاجات العاديه كلها، لكن ده هوت للحاجات بقى اللي هي البيتي فور والكحك والحاجات دي القريبه والحاجات بتاعت العيد دي. ده بحب استخدمه فيهم بيبقى كويس، وده للحاجات العاديه بقى الباقيه، عاوز تعمل بيتزا، عاوزين تعملوا حاجات تانية بقى. بس كده، يلا اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.